طبعا ما ينفعش قصيدتين رد ورا بعضيهم والا الملاحظات يرد عليه. حبيبنا يقول يجي زمان ويروح زمان، وكل زمان حكاية وكل حكاية سال، وكل إنسان طريقة يكون فيها الحقيقة، وإحنا حكايتنا واحدة حكاية الإنسان، ومفيش حد له لسان ويقول هذا شاعرنا الجميل ابن الرزاقي علي فرج. طبعا محمد منوب لما محمد كان اخويا حبيب، هو استاذ كبير اصلا، حبيب حبيب اخويا ابو معبر شعلوا الناس وده مش هينفع عايزين يروح تقريبا هو بعد الليل لوحده. ايوه ما انا دايما بلاقيك ايه ما اعرفش النهارده ايه هو ايه موجوده بقى ما يا حبوب الشجاعه النهارده كمان بداية لما أقول وراضي الناس أقول أنا عاوز أكون شاعر ولا عاوز أكون فنان، أنا عاوز أكون شاعر ولا عاوز أكون فنان، لأن عندي شيطان كلمة يقول للبحر من أوزان ولا بالفن متدلوش وعاتب مدخل الألحان، أنا أملي الوحيد إني أفارق سكة الأشجار ولا كسر لصالح الناس بقى بعد الناس مقدرون. يقول أنا واحد هي بعنوان وحياة بالنعمة، أنا واحد واخد لما أعشق أعشق بضمير واتمعشق في اللي بيفضلني بس التقدير، ما اصل العشق ماهوش كلمه على طبق لسان، العشق حنان سجن الودان وتسلسل في جينات العاشق حتى الخبلان، وتسلسل في جينات العاشق حتى الخبلان، وانا وحياتي النعمه بحبك مشتاق نسبه الوسمانه جنبك دربك عاشق حلتيش الا مشاعري بدابه في العشق ودغري، ممكن مع شوق من بحضر مالي الاركان في حاجات ياما اطلع غلطان عادي وده شيء وارد جدا، انا مش معصوم من دي الاخطاء ولا هعمل من اعذاري غطاء، ببساطه انا عاشق ولكني مجرد انسان. الله عليك يا استاذ علي.